والله المحافظه يعني كل شيء ما كان سوانا ما سوانا كل شيء، لا يعني لا حزب الله شوارع، لا سوى شيء، منظمات تعبانه، اهل الايمن يعني بس يروح غادي يجيهم بالخيمه يوزع نص الاذي ويروح، والعالم ايش يصير عليه مذبحه، لا يوزع مثل العدل، لا يمشي حق الله، ما يفيدنا يعني المحافظ انه يرجع للموصل بعد، طبعا يطالبون بحسابه يعني ياخذ جزاته. الموصل راح تدمرت ما بيه خير، ما يعني صعب اعمارها مره ثانيه، اذا ما يصير تعامل وتكاثر بين المواطنين ما تصلح الامور. والله ما يفيدنا بنوب، وبنوب ما يفيدنا المحافظ، كل شيء ما عملناه. يعني شنو شو توصلوا رساله للحكومه؟ والله نوصل رساله للحكومه، اريد ان المحافظ يكون بنوادم ومليح. لازم يتحاسب على هاي الفجعه اللي صارت، لازم يتحاسب، اللي هو المفروض يتحاكم وياخذ جزاؤه. وعندي ابني عجز، عنده مريض عجز كليتين، ونشدت المحافظ، رحت على المحافظة، رحت على اللجان، ما سوى لي أي حل.